يقوم فيه الشعارنا صار هو رمز ابتسامة، ما عاد هو الخطوط الحمر، هي صار هو ابتسامة. اللي احنا عم نقوم فيه ما بيقتصر فقط على اللقاح، العيادة النقالة بتقدم خدمات جدا جيدة، يعني جدا جبارة الخدمات اللي بنقدمها، خاصة بالمخيمات اللي بعيدة عن مركز المدن. العيادة النقالة بتجي هي فسحة الأمل في هذا المخيم، يعني بتشوف الابتسامة على الطفل لما بيقول لك اجوا الاطباء، نحن بنكون اطباء بلا حدود يعني.